السلام عليكم. اتكلمنا الفيديو اللي فات عن الببليك ادرس سيستم وخدنا انترودكشن عن السيستم دوت، ووقفنا لحد السبيكر تايبس وعرفنا ايه هو افضل مكان الودن ممكن تستقبل منه الصوت. هنبدأ بقى في انواع السماعات ونتكلم عن كل نوع بالتفصيل والابليكيشن بتاعه. اول نوع هو السيلينج تايب، وهي عبارة عن سماعة بتتركب في السقف سواء سقف صائد أو سقف خرسانة عادي. في حالة السقف الصائد بتكون غطسة جوه البلاطة بتاعة السقف، وفي حالة السقف العادي بتكون بارزة. والسماعة ديت هي السماعة المستخدمة في معظم المشاريع، وعشان أقدر أتحكم في الباور بتاعتها وفي مستوى الصوت بيكون فيها ماتشنج ترانسفورمر بيتحكم في الأوتبوت باور بتاع السبيكر حسب طبيعة المكان. يعني مثلا لو روم بتاعة كورس غير روم فيها ناس بتقرأ، فبدل ما اغير السبيكر كلها بغير الاوتبوت باور. لكن طبعا مش كل السماعات بيكون فيها ماتشنج ترانسفورمر، في سماعات بيكون الباور بتاعتها ثابته. تاني نوع من انواع السماعات هو الوول تايب، سماعه بتتركب على الحائط. والنوع ده من السماعات بيستخدم في حاله ان انا ما عنديش سقف ساقط، او اصلا ما عنديش سقف خالص، او يكون السقف بتاعي عالي جدا ما اقدرش اركب فيه سماعة لان الصوت مش هيوصل للاشخاص اللي ماشيين تحت، يعني يكون عندي دبل هايت. والنوع ده برضو بيكون فيه ماتشنج ترانسفورمر عشان اقدر اتحكم في مستوى الصوت. تالت نوع هو البندنت تايب، السماعة المعلقة. والنوع ده من السماعات بستخدمه في حالة الارتفاعات العالية جدا زي المطارات والمساجد. نخش على النوع اللي بعد كده هو البروجيكتور تايب. والنوع دوت مميز ان انا اقدر اوجه السماعة في اتجاه معين، بالتالي اقدر استخدمها في الطرق والانفاق والمترو واي مكان محتاج ان انا احرك فيه اتجاه السماعة كل شوية. الباور بتاعت السماعة دي بتكون عالية، بالتالي هتوفر عليا ان انا احط كذا واحدة سيلينج مع بعض في المكان، لأنها ممكن تغطي 15 متر عكس السماعة السيلينج بتغطي من 5 لـ6 متر بس. خامس نوع معانا هو الكولوم تايب، بيكون بالمنظر دوت. والنوع دوت شبه الوول تايب بس هو عبارة عن كذا سماعة فوق بعض داخل بادي واحد، زي فكرة اللاين سورس اللي اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات. الكولوم تايب بيكون البار بتاعها كبير جدا لأنها كذا سماعة جوه بعض زي ما قلنا، بالتالي أنا ممكن أستخدم 4 سماعات منها بس تغطي لي مساحة كبيرة جدا زي مسجد كبير. كمان طول السماعة بيكون ما بين 30 لـ60 سنتي. النوع الثالث الباسيف أراي تايب، وفي النوع دوت طول السماعة ممكن يوصل لـ2 أو 3 متر. بستخدم النوع دوت في حالة الأسقف العالية جدا والحوائط مش عارف أحط عليها حاجة زي المطارات زي الكنائس زي الأماكن التاريخية والأثرية. الميزة اللي فيها إن أنا ممكن أحط 3 جنب بعض وأوجه كل واحدة في اتجاه معين، بالتالي هقدر أغطي مساحة كبيرة جدا من مكان واحد، لأن المدى بتاع السماعة ديت بيوصل لـ35 متر بنفس شدة الصوت تقريبا، يعني شدة الصوت مش بتقل على مدى 35 متر. سابع نوع معانا هو الأكتيف أري تايب. النوع دوت زي الباسيف أري بالظبط، لكن الفرق بينه وبين الباسيف أري إن الأكتيف أري تايب بيكون جواه حاجة بتقيس النويز في المكان، وعن طريق مستوى النويز دوت بتعلي وتوطي بنفسها. والنوع دوت سموه اكتيف عشان بياخد فيشة كهربا لان جواه امبليفاير وكنترولر. النوع الثامن واللي قبل الاخير هو الجاردن تايب، وواضح جدا من شكله ومن اسمه ان هو بيستخدم في الحدائق والقرى السياحية عشان يظبط الزبون ويسمع الموسيقى اللي كان سامعها في الغرفة عنده يسمعها
في الحديقة بتاعة الفندق يسمعها في أي مكان هو ماشي فيه. النوع الأخير معانا هو الهورن تايب، وطبعا الشكل دوت مألوف جدا بالنسبة لنا، وبستخدمه في مآذن الجوامع، وطبعا من شدته بيسمع المنطقة كلها. أقدر كمان أستخدمه في الهناجر وفي المصانع، وفي أي مكان النويز فيه عالي أوي بستخدم النوع ده، عشان بيوصل لمسافات بعيدة جدا، بس كل ما بتبعد الباور بتقل، بالتالي الصوت بيقل. كده احنا خلصنا كل أنواع السماعات تقريبا. طب بختار السماعة على أساس إيه؟ أكيد على أساس أنا هحط السماعة على السيلينج ولا على الوول، ده في حالة الإندور. طب في حالة الأوتدور هستخدم الجاردن تايب. طب لو عندي السقف عالي جدا ومش قادر إن أنا أحط سماعة على الحائط، يبقى هضطر أستخدم الكولوم تايب زي في الجوامع، أو ممكن أستخدم الباسيف أري أو الأكتيف أري، ده في الأماكن الجمالية اللي مينفعش أحط على السقف والحوائط. بالتالي انا لازم ادرس البلان المعماري كويس قوي عشان اختار السماعة الصح في المكان الصح. نخش على تاني كاتيجوري من انواع السماعات، وهي باي بروتكشن ديجري. لازم ابقى عارف انا هستخدم السماعة ديت اندور ولا اوت دور، عشان دي ليها درجة حماية معينة وديت ليها درجة حماية معينة. في نوع تالت ولا هو اندور ولا هو اوت دور، هو سبلاش بروف، والنوع دوت مش ضد المية ولا ضد التراب، هو ضد بخار المية، وعشان هو ضد بخار المية أكيد هستخدمه في التويلتس والويت اريا. وزي ما ظبطنا الزبون وحطينا له سماعة في الجاردن، هنظبط الزبون برضو ونحط له السماعة في الحمام عشان يسمع نفس الموسيقى وهو بياخد شاور اللي كان بيسمعها في الغرفة بره. الكاتيجوري الثالثة والأخيرة، لازم أبقى عارف هي السماعة ديت certified for evacuation ولا لأ. طب ليه؟ عشان لو هستخدم البابليك أدرس في حالة الإيفاكويشن، يبقى لازم كل مكونات السيستم تكون fire rated، ولازم طبعا الـ SPL يكون أعلى من النويز الطبيعي في المكان على الأقل بعشرة ديسيبل، والـ SPL هو مستوى شدة الصوت. كده احنا اتكلمنا على الانبوتس بانواعها والاوتبوتس بانواعها. الفيديو الجاي ان شاء الله هنبدأ في الكنترول. شكرا.